نوصل للجزء الأخير من حلقتنا، وخلالها منتوقف مع بطاقة تعريف فنية واختبار نفسي اجتماعي. منبدأ مع تقرير صورته كاميرا برنامجنا مع الفنان التشكيلي أندري كالفيان. منشوف سوا. أنا كفنان ربنا تكرم علي بموهبة نميتها من خلال الممارسة، ما تخصصت بأي معهد أو جامعة. بعد الأوقات من خلال هاللعب هيدا بالألوان وبالبينتور وبالإقلام يطلع أشياء كانوا الأهل أو الجيران أو الناس المقربين يعطوا معنويات كتير كبيرة، ويعطوا مثل إذا شهادة إنه هيدا الصبي عنده مستقبل بهيدا المجال. بنظر الفنان لازم يكون عنده صفات خاصة فيه، هيدي هواجسي كانت بالبداية. وصفات الفنان مفروض تكون تتميز بمواضيع اللي بيشتغل عليها والتقنية. أنا اشتغلت على كتير مواضيع، منها المشاهد اللبنانية، المناظر اللبنانية، بيوت القديمة اللبنانية، رجال ونساء المسنين، وكل شيء مر عليه الزمن اشتغلت عليه. إنما أكتر شيء عرفت من خلال رسم البواب والشبابيك. وبالنسبة لإلي الألوان هي كتيرة، لبل أوقات منبش بحاول نبش وفتش على لون جديد إضافي، يعني الأحمر ومشتقاته والأصفر ومشتقاته والأخضر والأزرق ومشتقاته، دايما بحاول أبحث على لون جديد من خلاله بيخلق ألوف وملايين الألوان. عامل الحظ بيلعب دور حتى الفنان يكون خلق وعاش بنقطة جغرافية معينة. حظ كبير أنا خلقت بلبنان، وموقعي تحديدا هو بمدينة جبال الأثرية، كونها هي مدينة عمرها 7000 سنة حضارة. وهيدا المكان أكيد أي فنان بالعالم إذا عايش فيه بينبع المواهب من داخله بتبرز. في أوقات مبالغة بشكل الباب والشباك من خلال ألوانه، من خلال هيبته القديمة اللي مر عليها الزمن. هيدي بعتمدها أوقات لما أشوف باب بالواقع حلو بس مش عتيق قد ما أنا بريد، فبلعب دور بتعتيقه. هيدا بيجي هون تصرف الفنان وحريته بهيدا بهالنقطة تحديداً. شاركت بمعارض عديدة جماعية وفردية، وكان في ظهور لافت للأعمال يلي اشتغلت عليها، خاصة موضوع البواب والشبابيك يلي انعرفت فيه. وأنا طريقة العرض يلي بحب أعرض فيها إذا كان معرض خلال 15 يوم بحب يكون في مجزأ ما بين عرض الأعمال ورسم المباشر، لأن كوني أنا بتمتع برسم المباشر قدام الناس بطريقة كتير حلوة، كون التقنية هي شوي غريبة ما بين الكتر والبيبيس والمسميات.